سكايب من باريس سيد محمد شعبان الكاتب الصحفي. أهلا بك أستاذ محمد. إذا تمديد القمة لليوم الثالث، إلى أين يمكن أن تصل هذه الخلافات العميقة والحادة بين قطبي الاتحاد الأوروبي، قطب الشمال المتمثل بألمانيا وهولندا والدنمارك، وقطب الجنوب فرنسا وإسبانيا وإيطاليا وغيرها؟ مساء الخير وشكرا للاستضافة. حياك الله. بالفعل مجرد دخول القمة إلى يوم ثالث، تمديدها إلى يوم ثالث، يعكس مدى الخلافات والتعقيدات التي يواجهها قادة الاتحاد الـ27. بعودة قليلا إلى الوراء وتحديدا نهاية العام 2018، نتذكر مشهدا عالق في الأذهان عندما اضطرت روما على سبيل المثال لتعديل موازنتها لعام 2019 للمرة الثالثة قبل أن يوافق عليه من قبل المفوضية الأوروبية. مشهد آخر كان من الشرق وتحديدا من المجر عندما فعلت المفوضية الأوروبية آلية لمعاقبة البلد متهمة إياه بتقييد الحريات وتكميم الأفواه، لا سيما بعد الإعلان عما اعتبر وقت آنذاك إصلاحا قضائيا حيث استبدل القضاة في المجر. لا تزال هذه الخلافات منعكسة إلى اليوم، لا تزال هذه الخلافات قائمة إلى هذه اللحظة، وهو ما يعكسه حجم التعقيد الحاصل اليوم في بروكسل. بمعنى أدق، لدينا من جهة إسبانيا وإيطاليا اللتان ترفضان أن تكون المنح، ليس المنح مشروطة، نعم، وعينهما على اليونان التي لا تزال تدفع تبعات سياسات التقشف التي فرضت عليها من بروكسل. بالمقابل لا تقبل المجر وبولندا ولا تقبل الدولتان أي تدخل داخلي في شؤونهما الخاصة، لا سيما فيما يتعلق بسياسة. ولكن أستاذ محمد، هذا التمديد لليوم الثالث، الخلاف على 750 مليار هي حزمة الإنقاذ، ماذا ما هو المبلغ الذي سيكون منح مقدمة؟ ألمانيا وهولندا والدنمارك ربما تقدر 250 مليار كمنح، ولكن 500 مليار أخرى كقروض. هل يمكن الوصول إلى اتفاق، إلى حل وسط بين الجانبين؟ أعتقد أن هذا سيترجم اليوم في حال رشح شيء عما قاله شارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي. نتذكر أنه عندما تم الإعلان عن المبلغ الأساسي هو 750 مليار، كان الطرح الأولي هو تقديم 500 مليار على شكل منح وإعانات و250 على شكل قروض بين عامين، أن تسدد بين بعد عام 2027 وهي الفترة التي ستشهدها فترة الإنعاش الاقتصادي التي تطرحها الدول الأوروبية. أمس سمعنا أن شارل ميشيل تحدث عن تعديل بحيث تقسم إلى 400 و300، بحيث 400 ألف يورو مليار تقدم على معونات ومنح، وبينما تقدم 300 مليار يورو على شكل قروض. اليوم ننتظر النسخة الثالثة، هذا ما تحدث عنه شارل ميشيل هذا الصباح، لكن برأيي ليست المعضلة في القسمة في المبلغ بحد ذاته بقدر ما هي المعضلة في الشروط التي تضعها الدول التي تعارض تقديم المنح من الأساس، ونتحدثون عن هولندا، الدنمارك، النمسا، مؤخرا فنلندا والسويد انضمتا أمس أيضا إلى الحلف إذا صح التعبير. نتحدث هنا عن وضع شروط مسبقة قبل. نعم. وضحت الصورة أستاذ محمد، وننتظر نتائج هذه القمة التي ستخرج في نهاية هذا اليوم. السيد محمد شعبان الكاتب الصحفي، كنت معنا من باريس عبر سكايب، شكرا جزيلا لك.